التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل، ايوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه، كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللسة والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا، احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي الباتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحكه. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمله افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضة قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك. وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه، تقويم نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللثه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول، وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج، في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده، بتتعمل من الاي ماكس، بتبدا تتلزق على السنان بعد ما تعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل، بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره. فاحنا دلوقتي بقينا بندور، احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه.